انا رحت علشان اشمع الاربع شقق، لكن ايه يا فتحي؟ اكتشفت ان العماره دي ملك الدكتوره نريمان حرم حضرتك. واضح يا فتحي بقى انك ما فهمتنيش. تقصد ايه حضرتك؟ مش معنى انها مراتي تقوم تخالف القانون واغمض عينيا. لا يا فتحي، لا لا، انا في شغلي ما عنديش خيار وفقوس، ومبادئي ما فيهاش استثناء تطبق على الجميع. ايوه بس دي خساره كبيره ليها يعني. ما كل اللي خالفوا القوانين بيخسروا، يبقى اللي يخالف القانون يتحمل الثمن. يعني سيادتك شايف؟ يا حبيبي اتخذ كل الاجراءات القانونيه بالنسبه لجميع المخالفين اللي تؤمر بيه حضرتك. بس طيب اي خدمه تانية؟ لا يا سيدي متشكر. ايه عايز ايه تاني؟ يعني كنت عايز اطمن بخصوص موضوع تهاني يعني. موضوع تهاني. ما انا قلت لك يا اخي اديني فرصه، وانا واثق اني هقدر اقنعها ان شاء الله. ربنا يخليك لي يا باشمهندس. الله يخليك. ايه في حاجة تاني؟ معلش يا باشمهندس، بعد اذن حضرتك يعني كنت عايز اجازة لمدة اسبوع بس اسافر اطمن فيها على والدتي. وريني. اهلا اهلا يا دكتور هشام. ازاي؟ ازيك يا عم؟ ازاي صحتك؟ اهلا. ثانية واحدة يا دكتور هشام. اتفضل يا عم. قول يا سيدي. متشكر جدا يا باشمهندس. العفو يا سيدي. اهلا يا دكتور هشام، ازيك؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. اظن يا عم حضرتك عارف انا جاي ليه. خير يا ابني؟ داليا سابت البيت. سابت البيت انت النهارده الصبح يا عم؟ لمت هدومها وهدوم ميدو ومصممه على الطلاق. هو انت لسه يا عمي؟ انا طلقت نور وعملت كل اللي يرضيها ورحت لها ندمان وقلت لها يا داليا خلاص، لكن هي رفضت. انا مش عارف اعمل ايه. والله يا هشام بصراحه أنا شايف إن المسألة دي صعبة شوية، يعني محتاجة لشوية وقت، خصوصًا إن ده موضوع يمس الكرامة، وبعدين أنت يا أخي جرحت كرامتها وطعنتها في أنوثتها، يعني هيبقى صعب إنها تنسى بسرعة وتسامح. يعني إيه يا عمي؟ يعني أنا كلمتها كتير في الواقع، لكن هي متمسكة بالطلاق. يا عم أنا بحبها ومش ممكن أطلقها. ما تأخذنيش يا دكتور، يعني أنت برضه ما صنتش الحب ده. أنا تعبان قوي يا عم، مش عارف إيه اللي خلاني أعمل كده. فات وقت الندم. يعني حضرتك مأيد على موقفها؟ والله يا هشام أنا بالنسبة لداليا عمري ما تدخلت في قرار خاص بحياتها. طب وميدو؟ أنت أبوه يا أخي، ومن حقك تشوفه في أي وقت. أنا كنت متخيل إنك هتقف جنبي وتدافع عني يا عمي. يا هشام يا حبيبي أنا ما بحبش أدافع عن قضية خسرانة.